السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الأسماك اليوم 10/4/2021، خليكم معانا شوف الأسعار. ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. ارتفع سعر كيلو السمك البلطي يتراوح اليوم بين 21 و23 جنيه، وتراجع سعر كيلو الجمبري خلال الأسبوع 30 جنيه يتراوح اليوم بين 300 و350 جنيه. سعر كيلو السمك المكرونة 5 جنيه يتراوح ما بين 60 و70 جنيه. أما الكابوريا، الكابوريا من 30 ل130 جنيه. استقر سعر كيلو السمك البوري اليوم ليتراوح ما بين 42 و48 جنيه. أما كيلو الصبيط والكاليماري من 110 جنيه ل170 جنيه. أما الفيليه البلطي من 30 و110 جنيه. شفاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.